الفترة اللي حضرتك اختفيت فيها وما كنتش موجود وسطنا في ميدان التحرير، السؤال الأول، هل بالفعل كنت متواجد خلال الفترة دي في اعتصام 4 العدوية كما أشيع؟ تعبان من يوم ما مشيت من هنا، طبعا لما طالع من هنا من المستشفى تعبان. انا شخصيا اخر مره وانت جيت من هناك في الخيمه، انا شخصيا اخر مره شفت حضرتك مصاب في الخيمه الوحيده اللي كانت في ميدان التحرير. من بعد المره دي انا ما شفتش سيادتك. ده مش على الخيمه بس، ده جم هدوها وسرقوا اللي فيها، يعني مش بعد الاعتداء كمان جم سرقوا الخيمه وسرقوا الحاجات. خدت بعد ومشيت عشان انا صحتي ما كانتش تتحمل القعده. تمام. ولسه يعني شوف من يوميه لغايه النهارده لسه جاي جيت مصر مرة عشان اكشف، واولادنا هنا الصوار تبرعوا وحجزوا لي عند دكتور، وبعد ما بقيت ما رضيتش ابقى في الميدان لان ما لفيت في الميدان وما لقيتش اولادي ولقيت العمليه كوكتيل، انا نفسيتي تعبت فرحت بقيت عند واحد في الجمالين، خدنا واحد اسمه الاستاذ حسين والتاني عند واحد اسمه الحاج محمد في الجمالين. تمام. بقيت عندهم بعد ما حجزوا لي عند الدكتور، اتصلوا علي وقالوا الصبح هنكشف عليك، من الفجر خدت بعضي ومشيت عزت عليا نفسي، رديت اكشف عندي قلبي تعبان وعندي مشاكل في ودني من اثار الضرب برضك وعندي مشاكل في جسمي، عزت عليا نفسي والله يا ابني، خدت بعضي ومشيت. اتصل عليا في الطريق قلت لهم العمليه خلاص ما عادش كاشف، انا اشوف الدكتور في بلدنا. تمام. ان حالته ممكن يعني. انا محتاج اجابه واضحه وصريحه وبصوت عالي من حضرتك، هل كنت معتصم في 4 العدويه؟ اقسم بالله العظيم يا ولدي ما اعرف 4 العدويه دي فين. تمام. لا لو خدتني من ايدي كده وديتني بايدك، انا ما عمري انا رحت الرابعه، وبعدين الرابعه مش عار، دي رابعه جزء من بلدنا واللي فيها شباب ولادنا، كلنا اولاد مصر، شباب الاخوان والسلف والليبرالي والعلماني والمسيحي والمسلم والضابط والجندي كلهم ولادنا، وللاسف كلهم راحوا ضحايا، ضحايا انظمه، ضحايا صراع وطمع. ولادنا كلهم يا ابني ما نتبرش من حد منهم، كلهم ولادنا وانا بعترف بيهم امام الله وامام الناس كلها، ان كل اللي مات من 25 يناير مرورا باحداث 3 يوليو لغايه الان كلهم شهداء وكلهم ولادنا، واللي يقول غير كده ما يبقاش مصري يا ابني. تمام. الف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا. لا.